السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ انت اول مرة جاي على طمع؟ انا ضيف بقى. السلام عليكم. قدم يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هما شايفينك انت عامل لهم ليه كده؟ النهاردة طبعا انا ضيف جديد عليكم في قناة ام محمد البورسعيدية. علي اول ظهور لي، علي جوزي، فاحنا ايه قاعدين كده، فجينا نعمل العشاء. قلت له علي ما تيجي نعمل سوا، انا طبعا عماله الح عليه من زمان وهو مش راضي، فاحنا جينا لكم بتحدي تجربه، يعني تسخين. هي تجربه ويا ريت تعجبكم. لو عجبتكم ان شاء الله تقولوا لنا في الكومنتات. احنا معانا، احنا هنتعشى مع بعض، عاملين سندوتشات بيض وجبنه رومي ولانشون اهو. وطبعا عامله شاي باللبن عشان خايفه على صحتي. هو بيحب الشاي باللبن، انا طبعا مش بحب اللبن فبعمل شاي. وزيتون معانا للي عايز، ونبتدي بس عقابك هيكون جامد، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيض اهو، بسم الله. طبعا الرغيف قد ايه شايفين؟ ايه رايك في البيض؟ هو محرج على فكره، اول مره اظهر في فيديو، بس مش عارف بقى يعجبكم ولا لا. انتظر مننا مفاجات كتيره يعني، بس هكسبها يعني ان شاء الله. انا اتعودت يا بابا. انا بفضل الشاي على الاكل قوي، فطار او عشاء. هما بيحبوا الشاي باللبن، صح يا ميدو؟ اه. هو التليفون محمد طبعا عايز نكسب. انا بزعل لماما تص بابا يخسر. مين اللي هيكسب يا محمد؟ ماما. يا نادي لسه نازل ومصلح لك البلاي ستيشن ومظبطك. ظبطني. استني اكسبك، مالكش دعوه بالتلفزيون، خلينا في التحت. شاطره. علي مدمن تلفزيون. بس على فكره السندوتشات جميله وكانت عايزاها. اه والله. طب ما انت بتعرف تتكلم، تقول لي مش عارف؟ ده طلع لئيم. بس حبيت اقول لها يا خالد زعلانه مني، فقلت اصالحها بس بالفيديو ده ومش هيتكرر تاني. فضايح عين عينك. فعلا والله انا ما اعرفش ان هو هيقول. تصدق ما عنتش هطلعه؟ لا بيقول اسرار. ما اعرفش ولا ايه؟ انت خلصته؟ مش عارف. محمد مين اللي هيكسب؟ ما برضو كذاب. انت في الاخر هتكسب، انا عارف. فكرة ما تكسبنا في تحدي الاكل من عند ابوظة. ابني وجوزي طالعين فضايح النهارده. احنا ما رضيناش نجيب العيش الصغير. لو نجحتوا الفيديو دوت بقى نعمل لكم فيديو جديد. خليك سعيد.
اللي انتوا تطلبوه مننا نعمله. والله العشاء جميل معاكم. انا وتيتا بنعمل تحدي ورا الكاميرا. محمد وتيتا بيعملوا تحدي ورا الكاميرا. محمد هيكسب تيتا. خلصت اول رغيف. بس ليه بعذاب. لايك شير سكسكرايب. طب عد زر الجرس سكسكرايب. ده انا طلعته بمعجزة. سكسكرايب. مين اللي هيكسب؟ ماما بقى. والزيتون جميل. كان ريح ايد ماما والله. تفهم ايدي اللي عايزه تقول شي الزيتون جميل طبعا. طب لا حماتي. حماتك ما معكيش مناديل يا ماما. فين نجيب مناديل؟ ولا عندك؟ عيب بقى نحن كل عندك. الفلفل ده بقى لو معاه طعميه اوف ما كنتش سبته. يبقى حراق. انا دي اللي اسمهم ايه في البيت. مناديل البيك دي تنفع. طب هات لنا مناديل. طب فكروني اقول له يجيب مناديل. مناديل ببيح. الرب يا رب يا رب ماما يا رب. انت هيقدر علي لا يمكن ماما تخسر. الرغيف كبير قوي ده فاضي. عامل رجيم. لا بس طعمه حلو. بعت لنا منه على طول. لايك لايك لايك. خلاص. شير شير شير. سبسكرايب 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 سبسكرايب. فعل زر الجرس. فعل زر الجرس. فعل زر الجرس. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ثالث بيت برضو. هسيب الجبنة الرومي للآخر عشان أنا مش بحبها قوي. ما شوف هقدر ولا هيمسحب ولا إيه. نمشي طعمه جميل والله. كان عايزكم بصراحة. على فكره انا ما بحبش لانشون حلواني. هو يجيب لانشون حلواني اقول له لا خليته جاب عادي. مين عايز اطمه؟ تحدي عايز تنزل بسمله. لسه هعمل تحدي مع اخويا. اصبروا هظهر لكم واحد واحد. بس عشا حلو. تسلم ايدي طبعا. مش انا اللي عامله البيض؟ اه. والشاي والسكسكرايب. هي اللي عامله البيض والشاي. هي اللي عامله السندوتشات حماتي. الراجل ده بيدي حقه لحماته. اصبري يا تيتا اصبري.
احنا الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. ما عندناش حما ولا الحاجات دي، يعني كلنا في بعض كده اسره واحده، ومرات اخويا اختي وعياله عيالي، فالحمد لله يا رب يديمها علينا نعمه. الحمد لله. ادعي ماما سبحانه بدعيني. ادعينا محمد، عايزين ادعي له يكسب تيتا زي ما هو بيدعي لي، بس شكلي هخذلك يا محمد. لو قلت بابا هيكسب هدعي لك. ممكن بابا يكسب، ممكن بابا يكسب. عشان نعمل بقى تحدي انا وانت، ايه بطو ومحشي. لا ممكن بقى محشي وفراخ بنين. لا بطو ومحشي. لا عشان اعرف اكسبك. محشي كرومب. كرومب ايه محمد؟ هو بقى في انفيل بقى ربي توبة، بس احنا بقينا في انشير بقى. ربي توبة تيجي. انسحب بقى يا عم. لا 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 احنا انسحب بقى. وما تغدتش. طب ما هو انا كمان ما تغدتش. لا بس اتغديت حلو عمي. انا كنت مخصماه. فانا اتغديت قبله ما استنيتوش. صح؟ لا يا علي بقى. خلاص دي اخر الرغيف. لا الاخر اهو. ده تبعي. تيتا بتعمل مع محمد تحدي، كان عايز يطلع معانا فتيتا بتعمل له تحدي. البيض المقلي بالزيتون تحفه. خدت زيتون؟ خد البيضتا زيتون محمد. لف كده. طب حاسب كده، تعالى من هنا. عبيطة زقنونة. خلاص سيبها انا خد. ابعد. ابعد. بقى. والجبنة الرومي بتبقى حلوة بالزيتون. تاكل ده؟ أنا شايفاك عاجبك الأكل. باكل البيض بس. لا وكل ده كمان. أنا عايزين تاكل إيه يا غشاشة؟ طب دوق دي من إيدي. طعمها حلو. دوق كده. يا حبيبي. محمد. محمد كده هيزعل. لا. ثواني. الأوضة خليها مقفولة. صوت الباب مكبوب. يا لازم اقول بابا هيكتب عشان تدعي لي. كباب ايه؟ خلاص ماما يلا كلي بقى. اللي يبلع الاول. يبلع الاول.
انضخ انضخ يا بابا. بلعت بلعت انا اللي بلعت كده. بقى اول تحدي ليه هيتعاقب فيه. ايه عايزه تقولي؟ حراميه انا على فكره لو كنت كسبت ما كنتش هعاقبها بابا. كنت اقول لها بابا نخبين الرغيف وراها بس. لا بيكذب بس كده يعني الواحد ما يعرفش يسرق في البلد دي. محمد ابنه ما بيكذبش. ألف مبروك. طب هتعاقبني بايه؟ لا ما فيش عقاب خلاص. بمناسبة بجد؟ اه والله. لا شفتوا الحنية؟ بصوا بقى بمناسبة ان هو اول ظهور ليه هيسامحني طبعا، بس بعد كده بقى معاقب بقى. هعاقب بقى. انا مش هسامحك ما تحرجنيش. اه والله. خلاص ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. قناة ام محمد البورسعيدية. والسلام عليكم محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي حبايبي.